التحية تستمر والانطلاقات تتواصل بهذه التحديات الكبيرة والانطلاقات المثيرة. انطلق شوط جديد ثاني الأشواط في هذا المساء الخاص بالحول المهجنات لأبناء القبائل. ناتي مع مقدمة هذا الشوط، وفي المركز الأول تتواجد على المقدمة وعلى الصدارة في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي، حيث أيضا تنطلق بهذه الانطلاقة الرائعة والكبيرة مع المقدمة ومع الصدارة بالانطلاق المميز والإبداع الذي يظهر مع وجود شعار بن يزرب على المقدمة، بوجود أيضا قارة ناصر بن عبيد بن يزرب العامري. ننتقل إلى المركز الثاني، جهاد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، بينما ثالثا تتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع هذه هي الضبية تتقدم. أيضا تصل خلال هذا الانطلاق محمد بن حمد بن محمد الوهيبي يتقدم أيضا بوجود الضبية في المركز أيضا الثالث. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع خلال هذا الانطلاق، وهذه هي أيضا عفو عبد الله بن مهير بالصايغ المزروعي يصل بوجود وانطلاقة عفو. المركز الخامس هنا تتواجد مواري
محمد بن عبيد بن عاضد المهيري يصل مع وجود وانطلاقة أيضا مواري في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع. مباشرة إلى المركز السادس حيث تتقدم كذلك الظبي راشد بن سيف بن عبد الله بن سيف الشامسي، خذت المركز أيضا السادس. المركز السابع هذه زاخر سعيد بن سيف بن شوط الخيالي. المركز الثامن تتقدم فيه الدكتورة حمد بن سعيد بن زاهر الخيالي، يأتي بوجود الدكتورة في المركز أيضا التاسع خلاله في المركز الثامن خلال هذه اللحظات. المركز التاسع هي أيضا الفارسية سيف بن عبد الله بن حيد العميمي، وعاشرا تأتي بالانطلاق وبالإبداع هي أيضا المايدية شاهين بخلفان المزروعي يتقدم في المركز العاشر. هذه النتيجة وهذه هي الأسماء وهذه هي الانطلاقات التي تأتي في الإبداع وفي الانطلاق المثير بعد وجود هذه الأسماء التي سامعناها وتابعناها مع حضراتكم. العشر المراكز الأولى تتواجد مجموعة من الحول خلف العشر المراكز الأولى قادمة بالانطلاق وبالإثارة في هذا الإبداع القوي. العودة من جديد مشاهدينا الأعزاء إلى وقائع هذا الشوط ووجود جهاد
حمد بن سيف بن عيف العامري ياتي على المقدمة وعلى المركز الأول. غارة في المركز الثاني ناصر بن عبيد بن ياسر بن عامري يتقدم بوجود وانطلاقة هذا الاسم. هي قارة من أحد الأسماء الخطيرة المنطلقة والمتواجدة في هذا الإبداع لتنطلق بالمركز الثاني، بينما الضبية تتقدم. محمد بن حمد بن محمد الوهيبي يصل بوجود وانطلاقة الضبية، خذت أيضا المركز الثالث خلال هذا الانطلاق وخلال أيضا هذا الإبداع القوي في انطلاقة هذا الشوط ومنافسة هذه الأسماء التي تظهر أمام حضراتكم بأرضية هذا الميدان، حيث ناتي ونعود من جديد إلى المراكز الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع المتقدم مع شعار بن عيف، شعار بن يسرب، شعار الوهيبي، شعار أيضا ممثل السلطنة. يتقدم بوجود الضبية، محمد بن حمد بن محمد الوهيبي يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي. هذه النتيجة للمراكز الأولى. بدأت التدخلات، وصلت مسنة لحمد، أيضا هذه مسنة تتقدم في هذه اللحظات. حمد بن علي بشطيط الوهيبي يصل بوجود وانطلاقة مسنة، تتقدم في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي من خلال هذه التحديات المثيرة والانطلاقات الكبيرة التي تظهر بوجود هذه النوعيات. جهاد حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري ياتي مع المقدمة، ياتي مع المركز الأول بهذا الانطلاق. أيضا قارة قادمة بسجلها الحافل لتنطلق من مركز إلى مركز متقدم. قارة، يا سلام، ناصر بن يزرب العامري، تدخلت قارة لتنطلق من مركز إلى مركز متقدم، صاحبة إنجازات وسجلات. لم تذق طعم الهزيمة هذه الناقة الحائل، لم تذق طعم الهزيمة، دائما مشاركاتها بالمركز الأول لها السجل المملوء والكافي أيضا لحملها أيضا بسجلات حافلة لتاتي بها قارة. ناصر بن عبيد بن يزرب العامري يتقدم أيضا مع وجود هذا الاسم، مع انطلاقة قارة بن عيف في وجود جهاد حمد بن سيف بن عيف يتدخل في المركز الثاني. قارة وجهاد بمحاولاته، ولكن بسم الله تبارك الله، السبوق دائما سبوق مهما كانت المنافسة. هذه هي قارة حاملة سجل مملوء بالإنجازات، منافسة قوية دائما تنطلق بالمركز الأول. هذه قارة وعصاتها في بطانها. ناصر بن عبيد بن يسر بن عامري تنطلق بالمركز الأول، تتواجد على الصدارة. جهاد حمد بن سيف بن عيف العامري يأتي بمنافسة قوية، ولكن خلاص قارة كعادتها كتكرارها للإنجازات تأتي بالفوز والناموس في هذا الانطلاق. تهانينا ناصر بن عبيد بن ياسر بن عامري على فوز قارة بالمركز الأول. جهاد في المركز الثاني، حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، بينما المركز الثالث كانت في الانطلاق وفي الإبداع لا أيضا مثل حمد بن علي بن شطيط الوهيبي. المركز الرابع ايضا وصلت الضبي راشد بن سيف بن عبد الله الشامسي، وخامسا كانت ايضا الفارسيه سيف بن عبد الله بن كحيد. 12 دقيقه 45 ثانيه التوقيت، قاره في هذا الانطلاق.